طب ايه رأيكم؟ طب نطلع نشوف تقرير عن معاناة موظفي وعمال هيئة التعمير ثم نعود نستكمل باقي فقرات الحلقة فابقوا معنا ده حال موظفي هيئه التعمير حصري هذا الفيديو وأنه انه مصور بالمحمول حصري لبرنامج فلاح مسؤول لاحساسا من زمايلنا واخواتنا موظفي وعمال هيئه التعمير ان البرنامج بيقولوا عليه وده ربنا يكرمكم هو لسان حال موظفي هيئه التعمير